بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم مع حصة جديدة من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهوال. الحصة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن يونيت 1 ليسون 1 اللي هو الكيميكال رياكشنز، وعرفنا التايبس اوف كيميكال رياكشنز وخلصنا الأنواع بتاعتها، وكان آخر حاجة اللي هو الأوكسيديشن أند ريدكشن رياكشن. النهاردة هنتكلم بقى عن يونيت 1 برضو ليسون 2 بقى، المرة دي الدرس التاني اللي هو يا ولاد speed of chemical reaction. speed of chemical reaction احنا عاملين نتكلم عن الكيميكال رياكشن، ناقص بقى نعرف هل الكيميكال رياكشن ده التفاعل الكيميائي ليه سرعه. طبعا البنت هي شايفين عماله تجري، يعني واضح ان المركبات بتيجي بتتفاعل مع بعضها وفي سرعه ايه في التفاعل مين الكيميائي. فهو ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه بقى يا ولاد، اللي هو speed of chemical ايه reaction، سرعه التفاعل الكيميائي. تعالوا نخش كده ونشوف الدرس بتاعنا، خلي بالك كده معايا. يعني ايه سبيد اوف كيميكال رياكشن؟ الاول يا ولاد الكيميكال رياكشن معناها طبعا هي بروسيس ان ويتش كيميكال سبستانس تيرن تو انذر اي 1، يعني الماده الكيميائيه بتتحول لماده ايه تانية. يعني انت معاك مثلا تيست تيوب اهي، حطيت ماده هنا كيميكال سبستانس ليها لون مثلا، وليكن خلينا نفرض ان هي اللون بتاعها بلو. طول ما اللون البلو ده عمال يختفي انت فرحان، ليه يا مستر؟ لان اللون البلو ده بيختفي وبيظهر لون تاني جديد، يعني الرياكتنس اللي انا كنت حاططهم بيخلصوا. خلي بالك كده الكونسنتريشن بتاعهم، الكونسنتريشن بتاعهم، التركيز بتاعهم بيقل، وبتتكون مواد جديده بلون جديد. تمام، طبعا الكونسنتريشن بتاعهم بيحصل له ايه يا اولاد؟ بيزيد. يبقى ده هو السبيد اوف كيميكال اكشن. طبعا كل ما اللون الازرق ده مثلا يختفي بسرعه واللون الجديد يتكون بسرعه، يبقى ساعتها تقول ان الرياكشن ده ماله، عنده هاي سبيد، عنده سرعه عاليه. لكن طول ما انت قاعد قدام جنب التيست تيوب كده، جنب ابوبه الاختبار، واللون مش راضي يروح، وقاعد مستني والمستر مستني وزمايلكم، تقول يا مستر هو الرياكشن ده مش هيتم ولا ايه؟ اقول لك لا لا معلش، عشان هو بياخد وقت، صح ولا لا؟ يبقى هل ينفع نقول ان الرياكشن ده عنده هاي سبيد اوف هاي سبيد؟ لا طبعا، ده كده يبقى لو سبيد اوف كيميكال رياكشن. يبقى معنى كده ايه يا اولاد؟ معنى كده ان في انواع من الكيميكال رياكشن. كيميكال رياكشنز ار ديفر ان ذا تايم ذي تيك، يعني مختلفين في الوقت اللي بياخدوه عشان يتموا. زي ايه؟ سام رياكشنز تيك فيري شورت تايم، يعني بتاخد وقت قليل جدا، تفاعلات سريعه جدا تاخد وقت قليل، زي الفاير ووركس اللي هي الالعاب الناريه، ما يكون في احتفال ولا مناسبه ونلاقي الالعاب الناريه الصواريخ دي في السماء، طبعا ده كيميكال رياكشن سريع جدا. طيب في كيميكال رياكشنز ار بيت سلوور، يعني اقل شويه ابطا شويه، زي مين؟ زي الرياكشن اوف اويل ويز كاستيك سودا، يعني زي الرياكشن بتاع الزيت مثلا مع الصودا الكاويه لما بيصنعوا بالصابون، ده رياكشن بطيء شويه. تمام، ممكن نقعد مثلا يوم كده ولا حاجه ولا كام ساعه عقبال ما الصابون ده ايه يبتدي يتماسك ويكون شكل الصابونه اللي احنا عارفينه. في بقى reactions are slowest، ابطا، and need several months such as هنا بقى خلي بالك، في بعض الرياكشنز تخيل ممكن تقعد شهور، زي الايرون راست اللي هو صدأ الحديد، المسمار في الحيطه، في رطوبه في الجو مع الاكسجين اللي موجود في الجو، شهر شهرين نبص نلاقي المسمار ده صدى، يبقى ده يعتبر كيميكال رياكشن بس سلو رياكشن. هو في ابطا من كده يا مستر؟ ابطا من شهور؟ اه طبعا، في سم رياكشنز مي تيك 10 اور 100 اوف ييرز، يعني عشرات او مئات اور ساوزن كمان او الاف السنين، such as the reaction inside the earth to form oil، زي الرياكشن اللي في باطن الارض عشان يتكون الاويل يا ولاد، اللي هو البترول اويل، زيت البترول. يبقى كده عرفنا ايه؟ ان الرياكشنز نوت لايك ايتش اذر، مش زي بعضها، ان ايه؟ ان اتش سبيد، في سرعتها. طيب الدليل على كده ايه يا مستر؟ تعالوا نشوف. في رياكشن مشهور جدا يا ولاد ودايما بيسالكوا عليه في الامتحان، الماده دي يا ولاد اللي هي N2O5 اللي هي خامس اكسيد النيتروجين، بتتفكك لمادتين 2NO2 اللي هي نيتروجين دايوكسيد اللي هي ثاني اكسيد النيتروجين، ومعاها كمان هاف O2 نص موليكيول من الاكسجين. طيب ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف بقى.
عملوا جراف، الجراف زي ما انتم شايفين كده في الصورة اللي على جنب على اليمين ده. الجراف ده الفيرتيكال اكسس بتاعه اللي هو الخط الرأسي ده، ده يعتبر اللي هو طبعا الكونسنتريشن طبعا اللي هو التركيز، والخط اللي تحت اللي هو الهوريزونتال ده التايم. فلاحظوا ايه يا ولاد، بصوا في عندنا الوان في اللون الاحمر ده ولون ازرق ولون اخضر، ركز بقى معايا قوي. بص كده بالعقل كده يا ولاد، مين اللي تركيزه بيقل بمرور الوقت؟ انا لسه قايل من شويه يا مستر الحاجه اللي انا بحطها لما اللون بتاعها بيختفي كده واحس ان هي بتخلص عشان تتكون حاجه جديده انا بكون فرحان، صح ولا لا؟ لان الرياكشن ده معناه ان هو بيتم، هو ده اللي انا عايزه. يعني ايه يا ولاد؟ لو انت بصيت خلي بالك كده، نبدا باللي هو نمبر 3 يا ولاد، نمبر 3 خلي بالك كده. We note that طبعا the start at the start of reaction the concentration of N2O5، تركيز ال N2O5 كام؟ كان في بداية التفاعل يا ولاد هنفترض ان هو كان ب 0.16 مول طبعا بير لتر، اللي هي طبعا مول لكل لتر، ده كان التركيز بتاعه اللي هو يعتبر كام في المية؟ 100%. انت حاطط المادة بتاعتك في الأنبوبة 100% مادة ال N2O5، ولا كان في حاجة غيرها؟ لا هي يبقى 100%، ده بيفور ذا رياكشن. فايه اللي حصل بقى؟ بص معايا على الرسمه فوق، بص التركيز بتاع الماده، بص على الخط مكتوب ايه؟ N2O5. طبعا الكونسنتريشن بتاعها بيحصل ايه يا ولاد؟ بيقل يا مستر فعلا. التركيز بتاع، بص الخط نازل ازاي؟ كان 0.16 بقى 0.08 بقى عمال ينزل 0.04 وهكذا وهكذا لحد ما بقى بعد 8 دقائق، بعد تايم 8 مينتس ايه اللي حصل؟ التركيز بقى زيرو، تركيزها بقى زيرو. في نفس الوقت بتكون الماده بتاعت ال NO2 دي، بص فوق كده والO2، تعالى معايا بقى على الرسمه، هتبص تلاقي اللي باللون الاحمر اللي هو تركيز ال NO2، بصوا يا ولاد كان صفر، ما كانش موجود قبل كده، لكن مع الوقت كل ما دي عماله تنقص اللي هو الخط الاخضر الازرق ده عمال ينزل اللي هو بتاع الرياكتنس، كان الخطين بتوع البرودكت دول عمالين يطلعوا. بصوا ان او 2، بص التركيز وصل لكام؟ 0.32 في 10 دقايق. بص هنا الاخضر التركيز بتاع الاكسجين وصل لكام؟ 0.08، ما كانش موجود اصلا اكسجين، بس مع الوقت حصل الرياكشن وبقى، بص يا ولاد كده وصل لكام؟ في 8 دقايق. يبقى لاحظنا ايه؟ تعالوا نشوف كده. The red graphical line shows a change in the concentration of nitrogen dioxide اللي هو بيقول لك اللون الاحمر ده، والجرين لاين shows a change in the concentration of oxygen واللون الاخضر بتاع الاكسجين. طب لاحظنا ايه؟ ان before the reaction the concentration of N2O5 كان 100% بالظبط، لكن ال O2 وال NO2 كان زيرو. بصوا كده تعالوا نشوف هنا، as time passes بمرور الوقت the concentration of nitrogen pentoxide started to decrease، يعني بمرور الوقت تركيز ال N2O5 بيقل، لكن طبعا where the concentration of post nitrogen dioxide اللي هو NO2 والاكسجين اللي هو O2 ماله increase. طب في اخر التفاعل بقى، by the end of reaction the concentration of N2O5 هو اللي بقى زيرو، بصوا الخط الازرق ده، لكن ايه بقى؟ طبعا where the concentration of NO2 and O2 وصل لكام في المية؟ 100%. من الاخر يا ولاد عاملين زي الميزان، عارفين اللعبه اللي هي السي سو دي، لعبه المرجيحه دي، حاجه طالعه الثانيه ايه؟ نازله. نفس الكلام الرياكتنس اللي ماشي عليها انا بايديا دي، سوري الرياكتنس اللي هي بالازرق اللي انا نازل عليها دي تركيزها بيقل، لكن مين بيزيد؟ البرودكتس دي ودي. تقول لي يا مستر طب ليه يا مستر، ليه في الرسمه في الخط اللي فوق ده ليه لان O2 اكتر من O2؟ علشان يا اولاد النمبر اوف مولز اللي هنا ده، هنا الرقم ده كام؟ 2، يبقى معنى كده والاكسجين كام قصاده؟ نص. يبقى مين اللي ياخد اللاين الاعلى؟ طبعا ان او 2. طب ليه يا مستر السؤال يجي لنا ازاي في الامتحان؟ ممكن اجيب لك الايكويشن دي كده واقول لك ايه؟
واسمي لك ده 1 وده 2 وده 3 والجراف ده 3. بقول لك which graph represent the concentration of NO2. NO2 دي برودكت، يبقى الخط بتاعها طالع وياخد اكبر كميه. طيب ال O2 برضه برودكت، حاجه تنتج، يبقى الخط بتاعها طالع بس اقل ولا اكتر من ال NO2؟ اقل يا مستر، ده هاف، يبقى تاخد الخط التاني اللي طالع التاني اللي تحت. طيب اما ال N2O5 دوت رياكتنس، ده اكيد التركيز بتاعه كان 100، بقى زيرو اهو يا مستر، يبقى اللي هو نمبر 2 وال O2 طبعا نمبر 3. هنشوف ان شاء الله واحنا بنحل اسئله على الليسون ده، واحنا بنحل على يونت ان شاء الله الحصه الجايه، بحصه ريفيجن على يونت كامله هنشوف عليها اسئله باذن الله. تعالوا نشوف بعد كده يا اولاد، خلصنا دي كمان. تعالوا بقى نشوف ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن. يعني ايه سبيد اوف كيميكال رياكشن؟ الديفينيشن ده مهم جدا. It is the change in the concentration of reactants and resultant as time او at unit time. يعني ايه يا مستر؟ يعني امتى تقول ان الرياكشن ده سريع او امتى تقول عنه ان هو بطيء؟ هتقول لي يا مستر على حسب التغيير في الكونسنتريشن اوف رياكتانتس اند ريزلتانت لما البرودكت ات يونت تايم. يعني في الدقيقه الواحده الكونسنتريشن اوف رياكتانتس قل بسرعه قد ايه في الدقيقه دي، والبرودكت او الريزلتانت زادوا بسرعه قد ايه؟ كل ما يكون معدل نقصان الرياكتنت وزياده البرودكت اسرع، يبقى تقول ساعتها ان الرياكشن ده ماله سريع. يبقى what is meant by speed of chemical reaction is the change in the concentration of reactants and the product اللي هي resultant at unit time. طيب ال speed of chemical reaction can practically measured by the rate of disappearance of reactants or the rate of appearance of resultant. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت واقف في المعمل، امتى تحكم ان الرياكشن ده حصل بسرعه وكان سريع؟ هتقول لي يا مستر على حسب the rate of disappearance of reactants، معدل اختفاء الرياكتنس. كل ما الماده المتفاعله لونها بيختفي بسرعه والrate of appearance of product، وكل ما النواتج بتظهر بسرعه، يبقى الرياكشن ده ماله هاي سبيد، سريع، صح كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف مين هي الفاكتورز اللي هي affecting the speed of chemical reaction. ايه الحاجات يا ولاد اللي تخلي الرياكشن بتاعك سريع وايه اللي تخلي الرياكشن بتاعك بطيء؟ تعالوا نشوف. Number one, the nature of reactants. يعني ايه nature of reactants؟ يعني نوع او طبيعة الرياكتانتس اللي هي المواد اللي بتتفاعل مع بعضها. ودي بتتقسم لنوعين او لحاجتين. تاني، اول فاكتور the nature of reactants. طيب ودي بتنقسم لحاجتين اللي هما ايه؟ Number A is the kind of bonds in reactants. نوع الرابطة ما بينهم. نوع الرابطة ما بين المواد اللي بتتفاعل مع بعض. نوع البوند. Number two, the area of reactants exposed to reaction. مساحة الرياكتانتس اللي متعرضة لمين يا ولاد؟ للرياكشن. نعرف دلوقتي كل واحدة بالتفصيل. يبقى تاني، مين هما الفاكتورز affect on speed of chemical reaction؟ Number one, the nature of reactants. تعالوا بقى نشوف أول واحدة اللي هي the kind of bond in reactants، نوع البوند في الرياكتنس. تعالوا نشوفها. أول حاجة العلماء لقوا إن الكوفيلنت كومباوندز يا ولاد بيكون الرياكشن بتاعهم دايما ماله سلو، سلو ان رياكتنج، بطء جدا. يعني لما بتحط الرياكتنس بتاعتك ويكونوا نوعهم كوفيلنت كومباوندز، ده معناه ان الرياكشن ده بطيء. جيف ريزون، زي مثلا لما قلنا الاويل والكوستيك صودا اللي هو الزيت والصودا، الاثنين دول كان التفاعل بتاعهم بطيء. ليه؟ because they don't طبعا break up into ions، وما بيتفكوش لايونز،
طبعا تمام كده، لكن الرياكشن بيكون بتوين ايه مولكيولز. تاني كده يبقى بيكوز ليه الكوفالنت كومباوندز ار سلو، بيكوز دي دونت بريك اب انتو ايونز، ما بيتفكوش لايون بوزيتيف ونيجاتيف، ما فيش الكلام ده. And the reaction بيكون ايه يا ولاد؟ are between molecules، بتكون reactions between molecules not between ions. زي مين؟ ال reaction between organic compounds، زي ال reaction ما بين المواد ايه؟ العضوية. طيب ال ionic بقى، افرض كانت ال reactants بتاعتك ionic compound، دي بتكون ايه يا ولاد؟ they are fast reactions. يبقى لو جالك في الامتحان the reaction between ionic compound space than covalent compound، الرياكشن ما بين الايونيك كومباوند بيكون ايه من الكوفالنت؟ هتقول له طبعا faster than. give reason، شايف الاجابه اللي فوق؟ هتقول له ايه؟ because they break up into ion، لان هي بتتفك الايون. هنا don't break up into ion، في الايونيك كومباوند بيكون فيها بوزيتيف وايه ونيجاتيف، حتى جاي من اسمها ionic. and the reaction are between ايه يا اولاد؟ لان الرياكشن بتاعتها بتكون ما بين ions. لما تكون حاجة positive و negative بيكون الرياكشن سريع. such as reaction of sodium chloride with silver nitrate اللي احنا عملناه في الحصة اللي فاتت، salt plus salt، ده رياكشن أول ما تحط الاتنين على بعض يحصل على طول white precipitate اللي هو الرسم الأبيض بيتكمل. يبقى ده أول حاجة، يبقى عرفنا كده إن الأيونيك compounds faster in their reactions than covalent، اللي هما الأيونيك بيكونوا أسرع من الكوفالنت. طيب يعني كده خلصنا اول واحده اللي احنا قلنا عليها ايه يا ولاد، اللي هي الكايند اوف بوند. النوع تاني حاجه على حسب طبعا النيتشر اوف رياكتنس، الاريا اكسبوزد تو ذا رياكشن. بص كده خلصنا دي خلاص، ذا اريا which exposed to the to reaction. ركز معايا، القاعدة بتقول يا ولاد، الرول بتقول ايه؟ بتقول ان the bigger area exposed to reaction the faster chemical reaction. يعني ايه يا مستر؟ هقول لك حاجة، افرض معايا اللي انت معاك، يعني اسمع كده، in case of iron filling انت معاك برادة حديد يا ولاد، حديد اللي هو البرادة ده، تمام؟ الرياكشن بتاعه بيكون اسرع من قطعة حديد. يعني ايه؟ بصوا كده في الرسمة دي، هنا اللي موجوده قدامكم دي ايرون، قطع حديد، وانت حطيت عليها اللي هو ده هيدروكلوريك اسيد اتش سي ال، تمام؟ وجيت في الصوره الثانيه قطعه الحديد دي انت فتتها، شايفها؟ اهي متفتته اهي، قول دي قطع حديد، يعني ده الايرون، بس هنسميها ايرون ايه بقى؟ ايرون فيلينج اللي هي براده الحديد، وحطيت عليها الاتش سي ال، مين فيهم يتم اسرع؟ مين فيهم يتم اسرع؟ تقول لي يا مستر ده طبعا. عارفين يا ولاد بالظبط زي ما تكون جايب مكعب سكر، مكعب سكر وحطيته في الميه، وجبت معلقه سكر بودر وحطيتها في الميه، ما قلبتش ولا حاجه، مين فيهم هيكون طعم الميه بقى مسكر اكتر؟ هتقول لي يا مستر ده اللي هو السكر اللي احنا فتتناه. ليه؟ ليه؟ بصوا هنا كده في الصورة الأولانية، مين هنا اللي متعرض للرياكشن؟ هتقول لي يا مستر اللي على السطح دول، يعني كل أسيد يعني هيتفاعل مع إيه؟ مع الأيرون اللي في اللي على السطح ده، لكن في أيرون أيرون بيسز تانية أو أيرون طبعا موليكيولز تانية ما اتفعلتش. بصوا هنا الحديد أنت فتتته، فالأريا which exposed to reaction إيه؟ increase، المساحة اللي متعرضة للرياكشن زادت. يبقى السؤال بقى يجي لك give reason، the area exposed to the reaction in case of iron filling is bigger than that in case of piece of iron، بتكون أكبر من ال piece of iron. عشان كده the reaction between iron filling with hydrochloric acid لما تكون iron filling مالها؟ faster than، دي ممكن تيجي لك في complete أو choose the iron pieces with the same acid، يعني لما تكون في حالة برادة حديد أسرع من إنها تكون قطعة حديد. give reason، because the bigger area exposed to the reaction the faster reaction is. لين كده تاني؟ لأن ال bigger area which exposed to reaction
كل ما تكون الاريا اكبر the faster reaction بيكون اكبر. يعني يا ولاد؟ طيب كده خلصنا الـ first factor اللي هو ايه؟ اللي هو الـ nature of reactants. تعالوا بقى نشوف اخر حاجه زي ما شفنا في الشرح بتاعنا what about surface area. يعني ايه اللي بيحصل للسيرفيس اريا؟ يعني by increasing surface area يا مستر هل السبيد اوف كيميكال رياكشن انكريس ولا لا؟ تعالوا نشوف يا ولاد. شايفين دي طبعا قطعه من الماربل زي ما انتم شايفين اللي احنا قلنا لونها ازرق دي. مين اللي عمال يصطدم بيها؟ هتقول لي يا مستر اكيد الهيدروكلوريك اسيد مولكيولز اللي هي بالاحمر. طب يا ولاد مش ملاحظين حاجه ان هي عماله يحصل لها يعني تصادم او تفاعل مع مين؟ مع السيرفيس اريا بس اللي بره، يعني الاوتر ايه؟ اوتر مولكيولز، المولكيولز اللي بره. طب ما تيجي نكسر الماربل دي لبيسز كده، لقطع بيسز سمول بيسز ونشوف هيحصل ايه. تعالوا نكسرها كده ونعمل انكريس للسيرفيس اريا. تمام، يلا نشوف. بصوا بقى هنا المره دي يا ولاد، هنا يا مستر الرياكشن مع ايه؟ مع كل المولكيولز. كل المولكيولز عملوا رياكشن مع مين؟ مع الهيدروكلوريك اسيد اللي هو لونه احمر ده زي ما انتم شايفين كده. كان الاول الرياكشن مع مين؟ مع الاوتر سيرفيس او السطح العلوي بس، السطح الخارجي بس، فكان السبيد اوف كيميكال رياكشن بطيئه. انت بقى فتتت الماربل دي، فتتها خالص، فايه اللي حصل؟ طبعا الانكريز طبعا ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن، سرعه الكيميكال رياكشن مالها يا ولاد؟ زادت. كده خلصنا بارت نمبر 1. ان شاء الله الحصه اللي جايه هنتكلم في بارت نمبر 2، هنتكلم عن بقيه الفاكتورز اللي هي طبعا فاكتورز افكتنج اون ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن، ونخلص الليسون بتاعنا بالكامل ان شاء الله، هيكون على جزئين. طبعا كل اللينكات موجوده تحت الفيديو، ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه يا اولاد، وهتلاقي طبعا قائمه الفيديوهات بتاعتكم الموجوده فيها الدروس لحد الدرس ده. بالتوفيق ليكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.